الجهاد مش بس جهاد هم في الميدان، احنا ايه؟ جهاد الوقت، ابذل وقتك، جهاد المال، طلع الجهد في سبيل ربنا، انك تجهدي للامر في اسبوع من اول بتاع. بقى لنا اسبوعين في مؤتمرات ومحاضرات وتشبيكات وبتعملي ايه، ومش عايزه اقول لكم جمال الشباب اللي انا شفته والعطاءات والتضحيه كتير جدا من النساء. تقول لك انا في موضوع المال ده انا ليا مصدر دخل اطلع منه، والله اعرف اخت طلعت كل ما كان لها، والله اعرف اخت طلعت كل ما كان لها، او تطلع او مخزون الذهب. يلا احنا حد واحد يلبس دلوقتي ملوش نفس، خلاص كله يطلع. انك تستغلي الامر دوت في العطاء ده شيء جيد. التكافل، اهميه التكافل الاسري، ما تبقاش واحده بس والام والاب يجوا لا وانتوا عاملين وانتوا لا، انك تتعاون الاب والام داخل الاسره ذات نفسهم. نشوف ازاي تتكافل المراه مع زوجها في اداره الميزانيه. طب نعمل ده، طب نوفر، طب نجيب الاكله دي، طب بلاش اللي، طب نقلل في اللحوم، طب نقلل كذا، طب نعمل، ويبقى لنا سهم يا رب، سهم وقف مستمر لدعم القضية، في خدمة قضية فلسطين.